اهلا بحضراتكم حلقه جديده ومصر جميله. الحقيقه في زمن الازمات لازم بيكون فيه نشر لروح التفاؤل والكلمه الحقيقيه، كلمه الحق لازم تتقال، كلمه الحق. الكلمه زي ما حضراتكم عارفين انها شرف، الكلمه شرف، واحنا بنحيا او بنعيش في زمن زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عز فيه الشرف، بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. الحقيقه احنا بنتعامل بشرف في كل قضايانا داخليا وخارجيا، وبالتأكيد لما مصر قامت بسرعة شديدة وفي أسرع مما يتوقع الجميع إنها تدعو لقمة عالمية للسلام لمناقشة قضايا غزة أو قضية غزة أو وضع غزة، ده حصل بسرعة شديدة. دور مصر الريادي ظهر فجأة، وكل اكتشف إن مصر هي الوحيدة القادرة على صناعة المقدرات ليها وللمنطقة العربية بالكامل، بل ويمكن أن نقول بمنتهى القوة للعالم أجمع، لأن مصر هي سنتر ومركز العالم كله. الحقيقة يمكن الجهود المصرية لغوث الأشقاء المصريين كانت على قدم وساق، ولكن الحقيقة إحنا كنا فاتحين المعبر وفاتحين المعبر على طول، لم نغلق المعبر أبدا، معبر رفح، ولكن طبعا الجانب الآخر هو اللي أغلق المعبر بصورة أو بأخرى، ويمكن وحال دون وصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين على الجانب الآخر. يمكن الهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنظمة العربية تحديدا كان ليها دور قوي جدا في هذا الإطار. تعالوا مع بعض نعرف دور هذه المنظمة من خلال لقائنا مع أمين عام هذه المنظمة الدكتور صالح بن حمد التوجري، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. أهلا بيك معنا يا دكتور. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا بيك يا فندم. دكتور صالح، كلمنا عن الدور اللي قامت به المنظمة حتى الآن لغوث الأشقاء الفلسطينيين. والحقيقة المنظمة العربية تضم في عضويتها جميع الجمعيات للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول العربية كلها، بما فيها الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري، اللذان يتحملان الحقيقة العبء الأكبر في الوقت الحاضر. فمصر حكومة وشعبا وجمعية الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في استقبال التبرعات وتخزينها وشحنها إلى قطاع غزة. فالحقيقة دور مصر بارز جدا في هذه العملية، والهلال الأحمر الفلسطيني كذلك كما شاهدنا على شاشات التلفزيونات ووسائل الإعلام الأخرى، الدور البارز للهلال الأحمر الفلسطيني، ورأينا الحقيقة التضحيات التي يقدمونها من أجل إنقاذ ضحايا القصف الجائر على غزة. دكتور صالح كلمني على دخول الأراضي الفلسطينية، كلمني على سهولة دخول أو معوقاتها، إلى أي مدى تقدروا تدخلوا وتتعاملوا وترجعوا؟ هو الحقيقة الكارثة كبيرة جدا لأهلنا في غزة، فالقصف للأسف لم يترك مكانا آمن لأي من سكان غزة. الشيء الثاني هو استهداف المنشآت المدنية من مستشفيات ومنازل وأجهزة خدمات، فالحقيقة يعملون الآن بأقل الإمكانيات، بالإضافة إلى الحصار الجائر الذي يعني يكاد أن يكون مطبق على قطاع غزة، إلا من بعض المساعدات التي يعمل الهلال الأحمر المصري والحكومة المصرية والمساعدات التي تأتي من الخارج لإدخالها إلى قطاع غزة، ولكنها لا تكفي بأي حال من الأحوال، فهي أقل من الحاجة التي تتزايد يوما بعد يوم، كما أن انعدام الوقود والكهرباء والمياه، الحقيقة كلها جرائم حرب
وانتهاك للقانون الدولي الإنساني للحروب والمعاناة كبيرة جدا في قطاع غزة. دكتور صالح، نأمل إن شاء الله قريبا أن يتم فك هذا الحصار بصورة أو بأخرى وفتح المعبر حتى يستطيع أهلنا في فلسطين الحبيبة أن يتلقوا المساعدات اللازمة. ألف شكر دكتور صالح بن حمد التويجري، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع على طول نكمل كلامنا مع بعض. في حلقتنا النهاردة في مصر الجميلة الحقيقة عندنا فقرتين وموضوعين مختلفين. الحقيقة طبعا احنا هنتكلم عن مبادرة شباب مصر الرقمية وعن ذكرى عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. هنبدأ الفقرة الأولى بمبادرة شباب مصر الرقمية وإيه أهميتها. ويمكن الحقيقة أنا عاوز أقول لحضراتكم أن أي دولة في العالم لها قوة شاملة، القوة الشاملة دي بتنقسم لثمان قوة اللي بتكون القوى الشاملة لأي دولة. ثلاثة منهم ملموسين وخمسة منهم محسوسين أو معنويين. القوى الشاملة أو القوى الأولى هي القوى العسكرية، وبعدين القوى الاقتصادية، وبعدين القوى الحيوية أو الكتلة الحيوية اللي هي الأرض والسكان. دول الكتلة أو القوى الملموسة. القوى الغير ملموسة أو القوى المعنوية هم خمسة، ما بين القوى الدبلوماسية والقوى السياسية وقوة الإعلام الحقيقة، والقوى المعنوية اللي هو الولاء والانتماء وحب الوطن وغيره. ولكن الحقيقة في قوة خمسة هي القوة التكنولوجية. يعني القوة التكنولوجية بتعد إحدى ركائز المكونة للقوة الشاملة لأي دولة في العالم. وده اللي خلانا الحقيقة يمكن نتكلم عن مبادرة مصر الرقمية، لأنها دافع قوي جدا وانطلاقة قوية جدا للقوى التكنولوجية المصرية، بما فيها طبعا حضراتكم عارفين الذكاء الصناعي وغيره. اسمحوا لنا نبدأ الفقرة الأولى بالقوى التكنولوجية واللقاء عن مبادرة شباب مصر الرقمية بعد الفاصل مباشرة. ابقوا معنا. ولأن التكنولوجيا أو القوة التكنولوجية أحد أهم العناصر المكونة لقوة أي دولة في العالم، اهتمت مصر بالقوة التكنولوجية واهتمت بتنمية بناء قدرات الشباب وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة. وحضراتكم زي ما حضراتكم عارفين أن فعلا التكنولوجيا بتتطور كل يوم، مش يعني الموضوع مش موضوع خدناه وسكتنا على كده من كام سنة، لا ده يوميا في تطور وتقدم في التكنولوجيا. الحقيقة مبادرة شباب مصر الرقمية واحدة من هذه الآليات المتبعة لتعميق وتقوية التكنولوجيا في مصر. ولما أتكلم عن هذه المبادرة وأتكلم عن المحور التكنولوجي تحديدا في مصر، يسعدني أن يكون معي الأستاذة الدكتورة صفاء سيد، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس وعميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات السابق. أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. حضرتك عارفة أن في أهداف قومية لأي دولة في الدنيا، وفي هدف كبير بيخدمه مجموعة من الأهداف التخصصية. كل قطاع في الدولة سواء كان قطاع الإعلام، في هدف تخصصي للإعلام، في هدف تخصصي للطاقة، في هدف تخصصي للتكنولوجيا. كلميني عن الهدف التخصصي ومبادرة الحديد، مبادرة شباب مصر الرقمية بتقع في أي إطار أو في أي مكانة في تحقيق هذا الهدف؟ طبعا أنا بشكر حضراتكم على اختيار هذا الموضوع المهم. والسؤال المهم كمان، لما بنقول شباب مصر الرقمية أو حتى قطاع التكنولوجيا يخدم مين؟ يخدم كل القطاعات اللي حضرتك قلت عليها في تحقيق أهدافها. يعني حتى لو قلنا قطاع الإعلام، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع التعليم، أي قطاع لا يستغنى أبدا عن قطاع التكنولوجيا، أو عشان يحقق أهدافه لابد أنه هو يكون متصل ومتقدم جدا في التكنولوجيات. وبالتالي الخمسين سنة اللي فاتوا حاجة، والعشرين سنة اللي فاتوا بس في التكنولوجيا والتطور الحديث حاجة تانية خالص. وكمان اللي جاي أكبر وأفضل. ليه؟ لأن حضرتك سألت سؤال مهم جدا، حتة أهداف. إحنا الأول كنا بنمشي بعشوائية، يعني نتطور على حسب الظروف أو على حسب ما يبعتولنا التطور إيه، يا ترى ده الموبايل شكله إيه، يا ترى الكمبيوتر شكله إيه. لكن النهاردة بنتطور رقميا في محاور مختلفة، محاور تطبيقات ومحاور سوفت وير ومحاور تكنولوجيا حديثة مرتبطة بالموبايل والشبكات. طيب أنا أحقق أحلامي إزاي في أي قطاع من القطاعات؟ من خلال التكنولوجيا. لأن التكنولوجيا زي حضرتك ما تفضلت وزي التقرير ما قال، غير شكل المدن،
غير شكل العاصمة، غير شكل العالم، خلى ما فيش مسافات ما بين أي مكان، خلى الوزارات والحكومات تختلف وتتفق مع بعضها على حاجة مهمة جدا، إن لو ما كنتش عارف تكنولوجيا كويس يبقى أنا أمي، يعني أنا عايز مش مجرد القراءة والكتابة فمحو الأمية للكبار أو محو الأمية للصغار، لا في أمية تكنولوجية كمان. تكنولوجية، فمعنى كده إن كل يوم في جديد، حتى النهاردة بقى زي الطب كده، يعني أنا ما أقولش إن أنا بتاع كمبيوتر فعارف كل حاجة، لا في تخصصات دقيقة جوه هذا التخصص، نتيجة إن هي زي ما شفنا كده في مثلا العاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية مدينة ذكية، ليه؟ لأن فيها مدينة المعرفة. إيه مدينة المعرفة؟ إن هي هتجمع كل الشركات وكل السيرفرات وكل الحكومات المختلفة. الحاجة التانية لما نقول مثلا أنا عايز أخدم المواطن العادي أو أخدم مثلا بطاقة التموين أو بطاقة العادي التليفونات أو الرخصة أو الرخصة أونلاين أو 170 خدمة أو القضاء أو كده، دي كلها من خلال التكنولوجيا والتطور اللي حصل من خلال البنية التحتية القوية ومن خلال المنصات المختلفة ومن خلال دعم الحكومة لأنها بتكلف مليارات. وبالتالي وزارة الاتصالات ده لعبت دور مهم جدا مع طبعا دعم الحكومة، بالذات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال في 2018 ديسمبر 2018 أنا عايز 14 مدينة ذكية، منهم العالمين، منهم المنصورة الجديدة، منهم العاصمة الإدارية، عند سوقن. ده معناه إيه؟ أن بتتربط العالم مع بعضها البعض. النهاردة من خلال مصر الرقمية يعني بعد الشباب، بعد أطفال، بعد المرأة المعيلة، بعد الأستاذ الجامعة، بعد الإعلام، إن هو يتواجد 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. الله، كلميني على الاستجابة، إقبال الشباب على المبادرات دي. إقبال كبير جدا بالذات الشباب. ليه؟ لأن الكبار اوريدي عنده خبرات مختلفة. هو بيقبل لكن مش لسه، مش كلنا في الكبار عارفين تكنولوجيا كويس، لكن هو الاستراتيجية اللي فاتت من خلال دخول المناهج الحاسب الآلي من الصغر خلى الشباب بالذات يحب يتعلم كمبيوتر، يحب يتعلم تكنولوجيا. ليه؟ طب أنا في الصيدلي هستفيد بإيه؟ هتلاقيه إن مجال حضرتك وانت في الصيدلية التحول الرقمي، التأمين اللي موجود، بفتح بصرف الأدوية من خلال سوفت وير موجود أو تطبيق موجود، بعرف عندي أدوية إيه في المخزن، عندي إيه أكسبايرد، مين وافق له على إيه، كلها لازم يتعلم كمبيوتر. ده لو صيدلي. طب لو زراعة نفس الشيء، لو أنا في الزراعة طب أنا عايز أشوف أني جزئية، طب السماد كم قد إيه هيخش فين إلى آخره، لو في ذكاء اصطناعي هيدخل إزاي، لو أنا مثلا بخش اللمبات أو بحمل الإلكترونيات، طب الإلكتروني عايز أستغنى عن الشرطي، طب الشرطي أنا بعلم الطلبة مثلا إزاي أعمل أوتوماتيك اللي هو الإشارة الأوتوماتيك، وبالتالي يقدر يقف إمتى ويعمل إمتى وصفت. كل ده اللي بيقبل عليه هم الشباب. أكتر حاجة الشباب، مش كلهم أكيد، ولكن نسبة عالية بتستهدفهم الدولة ومنهم وزارة الاتصالات بتقدم لهم منح مجانية. المنحة دي مش أي حد بينجح فيها، لكن عشان يتعلم. ولسه امبارح يعني كسبت مصر في جامعة كفر الشيخ برا مصر على أساس أنها كسبت أصلا يعني المركز الأول. ليه؟ لأن هو الشباب تحت إشراف أساتذتهم وتحت إشراف معيدينهم وتحت التمويل الممول لبعض المنح المجانية، هو ده اللي بيقبلوا عليهم. لكن عشان احنا دولة كبيرة وعشان احنا عندنا تحديات، مش كل الشباب، فلازم نعترف بيها ان الشباب فعلا شباب مصر رقمية وهي بتؤهلهم لاستراتيجية مصر 2030، لكن اكيد مش هنخلي كل الشباب. لكن التعليم من خلال يوتيوب بقى ومن خلال فيسبوك والتواصل والدورات وإتاحة المعلومات 24 ساعة في اليوم بيساعدهم اكتر. التطور العظيم الحقيقة بيكون على محورين، على مستوى الهاردوير وعلى مستوى السوفتوير. المشكلة في السوفتوير الحقيقة، لأن كل يوم تطلع لنا برمجيات غريبة وقوية جدا وبتلغي اللي قبليها. كلميني على تقسيم الشباب وكيف يتم اختيار الشباب اللي عنده الموهبة والذكاء الكافي للتعامل مع كل قطاع على حد. هو حضرتك السؤال ده مهم جدا. أولا احنا عندنا قطاع الهاردوير وعندنا قطاع السوفتوير. الهاردوير والسوفتوير الاثنين بيتغيروا، بيتطوروا كل يوم، وده بيحقق مليارات الجنيهات للشركات نفسها. اولا لو قلنا على الهاردوير ففي الذكاء الاصطناعي، في الميتافيرس، طبعا هي تطبيقات برضو ولكنها بترتبط برضو بهاردوير. لما اقول النضاره طب انا عايزه هاردوير وسوفت وير. لما اقول سنسور هراقب مرسم مزرعه الدجاج يبقى انا عايزه هاردوير وسوفت وير. فالاثنين موجودين، ما اقدرش حاجه واحده. حضرتك فاهمني ازاي؟ ولكن التطبيقات الميزه فيها ان هي كتيره.
يعني مش عارف البرنامج مثلا لو انا عايزه اعمل رسم ففي برامج كتيرة، عايزه مثلا الستريتر، عايزه مونتاج، عايزه فوتوشوب، عايزه برامج مختلفه، ففي كتيرة جدا. الحاجه التانية صوت، صوره، فيديو، فالاثنين مرتبطين جدا ببعضهم. حته التطبيق يختلف في ايه؟ ان انا بحب بالشخص او الطالب او كده في برامج مختلفه. يعني مثلا لما جت ازمه كورونا، ازمه كورونا بقت احط كل الناس وقفت الا التكنولوجيا. التكنولوجيا ساعدت جميع المجالات، النوادي وقفت، الجامعات وقفت، الوزارات وقفت الى حد كبير، حاجات كتيره جدا. مين اللي سلانا ومين اللي عرفنا نتعامل مع بعض ومين اللي خلى السنه ما تروحش على الطلبه؟ التكنولوجيا. التكنولوجيا كمان دعم الوزاره والوزارات المختلفه هي دي اللي ادت برضو بنيه تحتيه قويه. لا هنخش اونلاين، لا دول هيعملوا ابحاث، ده الاولاد هيفتحوا كده، عشان التكنولوجيا دي دخلت في مجال الصحه، مجال التعليم، مجال الفضاء، مجال الطاقة، مجال حاجات كتيرة جدا. وهو ده اللي حضرتك بتقول عليه الصعوبة، لأن كل واحد بيختار التطبيقات الملائمة ليه. دكتورة صفاء، إلى أي مدى يمثل الذكاء الاصطناعي خطورة على مستقبل التطبيقات والسوفت وير في العالم؟ سؤال مهم جدا، لان حضرتك بتسالني عن الخطوره. هو المفروض اسال على المزايا، لكن هو الاثنين. لا المزايا دي هو الاثنين. هو فعلا الاثنين، لان خطر جدا. الذكاء الاصطناعي الحقيقه بيستخدم مع وضد. اولا احنا في حاله حرب مستمره، دي رقم واحد، ده خطر. لاني اصلا بتبرمج من العالم، اولا طيار بدون طيار ده ذكاء اصطناعي، عربيه بدون سائق ده ذكاء اصطناعي، ري بدون حاجات معينه دي ذكاء اصطناعي. ده كده في المزايا. اما في الخطوره بقى، اولا ممكن يقوم حرب من غير، دي رقم واحد، عنصر بشري، من غير عنصر بشري. رقم اثنين، انت الجي بي اس حضرتك سمعك صوت وصوره وفيديو، لما تقول انا بحب الكمبيوتر، مجرد التليفون هيسمعك هيطلع لك الشركات، انا بهتم بالعقارات هيطلع لك العقارات. جي بي اس اللي هو الجلوبال بوزيشنز سيستم. الجلوبال بوزيشن سيستم. وبعدين حاجه تانية حضرتك، مش بس كده، ده هو في جي بي تي دلوقتي. جي بي تي عامل طفره من السنوات السابقه، ان هو بيبري تريند، يعني هو عارف ومبرمج انه يساعد بدل الانسان. لو قلت له انا عايز اعمل بحث، طب انا البحث دي شغله الباحثين وشغل اعضاء تدريس، لا هو ممكن يعمل لك بحث علمي على فكره. ممكن تقول له مثلا اكشف لي على حاجه معينه، يقدر يكشف عنها. طب لو انا عايز اعمل قصة، طب عايز اعمل مونتاج، طب عايز اشوف حاجه كتير. فالذكاء الاصطناعي عامل طفره كبيره، ولسه هيعمل طفره اكبر، وبالتالي عايز استعداد اكبر واعظم، وبالتالي الخطوره اكبر، لان اساسا الحاجات دي بتجيلي من الدول الخارجيه. ما زلنا احنا بنحبه، مهما يكون بنقول احنا بنعلم شباب ونعد شباب وكده، لكن امكانياتي لسه مش قويه. انا يوم ما بعلمهم مثلا حاجات بالشيبس، برده مهما كان احنا بنقرا كتب اجنبيه الاول، بنشوف التطور فين. لسه ما زلنا في مرحله أعضاء التدريس حتى نفسهم والباحثين نفسهم في مرحلة الاستعداد. في مليارات بتصرف، لكن عايزين برضو السكيلز تكون أقوى، يعني أو المهارات تكون أقوى. دكتورة، إزاي بتعرفي أن طالب أو حد أو باحث عمل برنامج سوفت وير معين لأي سبب ما أو لأي وظيفة ما، أنه مش معمول بالذكاء الصناعي؟ أنت عارف أن دلوقتي عنده القدرة أن أقول للبرنامج الذكاء الصناعي أنا عاوز برنامج يعمل لي سوفت وير، برنامج يعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، وده قادر على صناعته في لا زمن في الذكاء الاصطناعي. بتعرفي ازاي ما بين الابداع البشري والابداع التكنولوجي؟ ده سؤال برضو مهم. في تحديات الامن السيبراني، لان ممكن مثلا واحد رئيس السيسي خرج مثلا علينا بخطبه قريب جدا وقال لا للتطبيع ولا للتوتين ولا اللي احنا نسيب. ممكن جدا الذكاء الصناعي يعمل نفس الصوره ونفس الحركات بكلام مزيف ونفس نبره الصوت ونفس نبرة الصوت وكل حاجة، لأن لا، في أجهزة لكشف ذلك. يعني نفس الشيء الفيروس مثلا، أنا بقول لك إيه، أنا عندك مليون جنيه في البنك، أنا ممكن أعمل لك فيروس أقول أنا عندي 10 مليون في البنك. فدي برضو مشكلة. المشكلة كبيرة جدا، إن أنا لازم أكون واعي بحاجة اسمها الأمن السيبراني. زي ما في ثورة صناعية رابعة، زي ما في ثورة صناعية خامسة ارتبطت بالقيم. يعني في تطور للآلة، وفي تطور للإلكترونيات، في تطور للذكاء الاصطناعي، في تطور للإنترنت الأشياء، في تطور النهاردة للقيم. لان القيم ايه؟ ان انا زي ما حضرتك بتقول، انا هكشف الكذب ازاي؟ ما في اجرام. يعني زي ما انا في عندي تحديات للقوه ولازم اكون متمسك بيها، فانا عندي برضه تحديات للاجرام. في عندي البلوك تشينز مثلا، ممكن ناس تستهدف العمله وعصابات مخفيه تستخدم بلد مثلا، او تستخدم العملات بطريقه مختلفه، او تزييف الخطابات زي ما قلت لحضرتك، او تزييف البحث العلمي. في طرق اخرى لكشف هذا، زي انتحال الاقتباس مثلا لو في بحث علمي عند سؤال.
دكتوره صفاء طمنتينا. طمنا الحقيقه ان في اجهزه فعلا، في برامج فعلا مضاده نقدر تكشف اي نوع من الاستخدام الذكاء الصناعي في اي وسيله من وسائل الحياه اللي بنستخدمها لاي حاجه. بشكرك جدا. جريمه الكترونيه برضو في برضو انا اسف المقاطعه يعني في مثلا عندنا وزاره الداخليه عامله جريمه، افرض واحد عمل جريمه الكترونيه، ما كل جهاز ليه اي بي واحد محدد يقدر يتعرف برضو منه علشان تكون الدنيا ماشيه بكون بتشريعات. تمام، بشكرك جدا استاذ الدكتوره صفاء سيد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بجامعه عين شمس وعميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات السابق. الف الف شكرا على تشريفك لنا. الف شكر لحضرتك واختيار الموضوع وشكرا على دعوتك الكريم. تحياتي فن. مشاهدينا بعد الفاصل مباشره 50 سنه، 50 سنه مرت على وفاه ورحيل عميد الادب العربي الدكتور طه حسين. بعد الفقرة بعد الفاصل مباشرة، الفقرة القادمة هيكون معنا لقاء حول هذا الموضوع، أرجوكم ابقوا معنا.